اهلا بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم تاني في صباح الخير يا مصر، ولسه بنكمل معاكم فقراتنا بمناسبه مولد النبوي الشريف. دلوقتي هنسمع مجموعه من الاناشيد والابتهالات الدينيه بصوت من الاصوات الموهوبه اللي حققت انتشار كبير جدا ومشاهدات اكبر على السوشيال ميديا. الصوت اللي معانا النهارده لايمان ابو العلا، منشده دينيه هنسمع منها اجمل الابتهالات في حب سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيمان صباح الخير عليكي، كل سنة وانتي طيبة. صباح الورد يا قلبي، وحضرتك طيبة بخير وسعادة. لا المايك بقى عشان نسمعك. حضرتك طيبة بخير وسعادة يا رب. طيب إيمان، يعني احنا مش متعودين قوي على انه يبقى في بنت بتنشد او بتقول ابتهالات، وليه ازاي بدأتي وايه اللي أثر فيكي خلاكي تتجهي للإنشاد والابتهالات؟ أنا بدايتي كانت غنى من وأنا عندي 8 سنين وأنا بغني، وكل اصحابي في الجامعه ورعايه الشباب كانوا بيقولوا عليا ان انا نجاة الصغيره. بعد رؤيه شفتها في المنام من سنتين ان انا انشد ما غنيش، سبت الغنى خالص واتجهت للانشاد الديني. بعد رؤيه؟ بعد الرؤيه على طول. كنت رايحه اسجل اغنيه الانغام، شفت الرؤيه في المنام فخلاص بقى ان انا انشد بقى. مره وطنشت، مره تانية ونفس النظام، الثالثه بقى تبت زي ما قلتي خلاص بقى. فبعد المره الثالثه على طول رحت سجلت انشوده لسيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، جابت 17 مليون مشاهده في شهر واحد ما شاء الله على موقع واحد، لكن على المواقع كلها 100 مليون مشاهده. ما شاء الله. طيب فاكراها طبعا؟ اه. طيب ممكن تنشديها لينا؟ ماشي. دايما على الخاطر وروحي فيك دايما، بذكرك العاطر حاضرة ومش غايبة، بمدحك الغالي ماسكة ومش سايبة، بمدحك الغالي ماسكة ومش سايبة، روحي روحي سيدنا النبي، روحي 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 سيدنا النبي، روحي نبينا يا هادي يا مشربي وزادي، نبينا يا هادي يا مشربي وزادي، عالباب انا بنادي ومد ايديا عشمان جيالك، والدمع في عينيا عشمان جيالك، والدمع في عينيا، روحي روحي سيدنا النبي، روحي علو المدح علو اكيد هيوصلو، علو المدح علو اكيد هيوصلو، عليه نصلو بالروح والنية، كل البشر حباك فرحان حواليا، كل البشر حباك فرحان حواليا، روحي روحي سيدنا النبي، روحي. ما شاء الله، برافو عليك. طيب يعني انا ملاحظه انه على الحان اغاني، مظبوط؟ انا بصي، انا كنت عملت حاجات على لحن جديد وكلمات جديده، اللي قلت لازم اعمل حاجه مميزه واتعلم مع الناس. طب ازاي اعمل حاجه مميزه واتعلم مع الناس؟ اخترت الحان الناس بتحبها ومسمعه مع الناس، وقلت اعمل احول الاغاني العاطفيه لمدح سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف بقى الناس هتعمل ايه. لقيت بقى يعني الناس حب الناس للمحتوى اللي انا بقدمه وللفكره اللي انا عملتها، وان انا مثلا اجيب لحن من التراث او من اغاني الناس بتحبها واعمل عليه مدح سيدنا النبي. طيب والكلمات؟ الكلمات الشاعر احمد السمان هو اللي كاتبها ليا، يعني ليا شعراء، يعني الشاعرة شيرين سعد شاعرة جنوب الوادي، واحمد السمان، وعندي برضو شاعر اسمه الاستاذ سيد فهيم هو اللي بينتج ليا برضو الاناشيد اللي انا بعملها يعني. طيب قولي لي يا ايمان، انت اتاثرتي بمين؟ يعني لما بعد ما جات لك الرؤيه بقى وقررتي ان انت تتجهي للانشاد والابتهالات، مين اتاثرتي؟ مين حسيتي انت لازم تسمعي اكتر ليها؟ ياسمين الخيام. الفنانة الكبيرة طبعا. يعني بحبها جدا، وبالذات انشودة يا امنه يا ام النبي. هتنشديها لنا ان شاء الله؟ اتفضلي. يا امنه يا ام النبي، يا عطر مكي يا سربي، يا امي وفي عز الصبا تهدي حياتنا وتوهبي،
لحظة الميلاد ألم والأم صبر ومرحمة طبع الأمومة إنما كنت في ميلاده باسمة طبع الأمومة إنما كنت في ميلاده باسمة والفرحة زهرة منك يا طارة حتى في ميلاده كان نسمة زهرة نوره بدا منك ولم تتألمي أو تتعبي قمر وفي المهدي ابتسم قمر وفي المهدي ابتسم وسمي وصلي عالنبي سمي وصلي عالنبي سمي وصلي عالنبي يا ما شاء الله ما شاء الله على صوتك يا ايمان يعني ربنا يحميكي. بس قولي لي برده وانت يعني بعد ما شفتي الرؤيه موضوع الرؤيه يعني الحقيقه انا يعني مستغرباه بس في نفس الوقت حساها يعني حاجه مهمه كمان وان انت خدتي بالك منها وان انت فعلا صدقتي فيها. اصلها مش رؤيه عاديه يعني اشاره من ربنا ويعني حاجه يعني ما لو حكيت لك الرؤيه اصلا انت هتستغربي. يعني خلينا عايز اعرف منك هعرف منك الرؤيه في وقت تاني بس عايز اعرف منك دلوقتي يعني انت كنت الاول بتغني. لما قررتي تتجهي للانشاد الديني هل كان في حاجه معينه لازم تتدربي عليها اكتر حاجه معينه لازم تعلميها تاني؟ بدات اسمع كتير بقى واسمع انا ما كنتش بصراحه ما كنتش بسمع انشاد ديني كنت على طول بقى متعوده ان انا اسمع اغاني وكنت بحب نجاة الصغيرة قوي حتى كانوا مسميني نجاة الصغيرة من كتر ما كنت بغني لها وصوتي جايب منها يعني. وبدات اسمع كتير واشتغل على نفسي وانزل بقى من على السوشيال ميديا نبذه عن المقامات الصوتيه وازاي بقى ادرب صوتي وازاي لان الانشاد الديني عايز الصوت القوي طبعا مش اي بنت تعرف تنشد ديني. وبعدين انا في مجال يعني قليل لما تلاقي بنت بتنشد طبعا فالحمد لله ربنا كرمني في مجالي وبقيت انا دلوقتي انا يعتبر اشهر بنتي في مجالي دلوقتي يعني ما شاء الله الحمد لله. طيب تحبي بقى تختمي معانا بايه؟ هختم بحاجه بانشوده للشاعره الجميله شيرين سعد احمد شاعره جنوب الوادي. اتفضلي. ماشي. صلوا يا الله عليه وزيدوا كمان صلاه عليه نشرب من ايديه يوم الحشر ننده عليه قلبي والله طاير إلي صلوا يا الله عليه صلوا أما نداني على بابه ورحت له وقفت عنده وهم شرحت له وادعي واقول قرب ونون يا رب دي روحي مشتاقه لي صلوا علي صلوا علي طب صلوا يا الله علي وزيدوا كمان صلاه علي نشرب من ايديه يوم الحشر ننده عليه قلبي والله طاير إلي صلوا يا الله عليه صلوا هو حبيبي وشفيعي ومقصدي حبه هدايا لروحي ومطلبي حبك يا سيدي يجري في وريدي واسمك في قلبي مرسوم علي صلوا علي صلوا علي يا أمة محمد قوموا يلا نصلي عليه ونسلم ونشهد إنه
عليه. عليه افضل الصلاه والسلام. ايمان انا بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يا رب يوفقك طبعا ويكرمك وتحققي اللي نفسك تحققيه. ايمان ابو العلا منشده دينيه، نورتينا في صباح الخير يا مصر. نورك يا حبيبه قلبي، انا مبسوطه جدا جدا ان انا مع اعلاميه كبيره زي حضرتك وجميله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، نورتينا، شكرا. تسلمي لي.